احبائي اللي شفناه اليوم في منطقه الطيونه مشهد مؤلم وغير مقبول صرف النظر عن الاسباب والمسببين تعزيتي اولا لعائلات الابرياء اللي سقطوا اليوم برصاص مجرمين اللي صار رجعنا بالذاكره الى ايام طويناها وقلنا تنذكر وما تنعاد مش مقبول أحبائي أنه يرجع السلاح لغي التخاطب بين الأفريقاء اللبنانيين لأنه كلنا اتفقنا على أنه نطوي هالصفحة من تاريخنا الأسود اللي صار اليوم مش مقبول وقت ارتضى الجميع الاحتكام لدولة القانون والمؤسسات وهالدولة اللي بتضمن الحريات لا سيما حريه التعبير عن الراي لازم تكون هي من خلال مؤسساتها المرجع الصالح والوحيد لمعالجه اي اشكال او اي خلاف او اعتراض، مش بالشارع مكان الاعتراض ولا نصب المتاريس او المواقف التصعيديه بتحمل الحل، ما في شيء ما له حل الا من ضمن المؤسسات ومن خلال الدستور اللي ما في شيء بيعلى عليه لا التهديد ولا الوعيد أحبائي البلد ما بيحمل خلافات في الشارع البلد بده معالجات هادئة مكانها الطبيعي هو المؤسسات وفي مقدمها مجلس الوزراء يلي لازم ينعقد وبسرعة وانا اجريت اليوم اتصالات مع الاطراف المعنيين لمعالجه اللي صار، واهم شيء لمنع تكرار مره ثانيه. علما انه لن نسمح بان يتكرر تحت اي ظرف، والقوى العسكريه والامنيه قامت وراح تقوم بواجباتها بحمايه الامن والاستقرار والسلم الاهلي، وما راح نسمح لاحد أنه يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته أحبائي اللي صار اليوم رح يكون موضع متابعة أمنية وقضائية وراح أسهر على أنه يوصل التحقيق لحقيقة ما حصل ومحاسبة المسؤولين عنه والمحرضين عليه مثله مثل أي تحقيق قضائي آخر بما فيه التحقيق بجريمة المرفأ يلي كان ورح يبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي على قاعدة استقلالية القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة أخيرا بطمن اللبنانيين أنه عقارب الساعة ما رح ترجع لورا ونحن رايحين صوب حل مش صوب أزمة وأنا بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ما رح نتساهل ولا رح نستسلم لأي أمر واقع يمكن يكون هدفه الفتنة اللي بيرفضها جميع اللبنانيين.